السويسداد عارا واحدا هو لا مجال لإضاعة المزيد من النقاط. بدأ ريال مدريد يستفيد بعض الشيء من إقصائه من كأس ملك إسبانيا، لأن تحضيراته لمباراة خيتافي دامت لأيام في ظل غياب لقاء وسط الأسبوع. متصدر الليغا يحل ضيفا على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريث، وهو يستمتع بفارق 7 نقاط الذي يبتعد به عن مطارده برشلونة. أيام هادئة يعيشها لاعبو جوزي مورينيو، رغم أن زيارتهم للجار لن تكون سهلة على الإطلاق، خصوصا وأن خيتافي بقيادة مدربه لويس غارثيا حصد في مبارياته الأخيرة نقاطا ثمينة جعلته يحتل مركزا مريحا على مستوى الترتيب. موقعة هذا السبت ستكون فرصة ذهبية لبعض النجوم كي يؤكدوا تألقهم، كالريكاردو كاكا، مسعود أوزيل، وإستيبان غرانيرو، في وقت يعاني فيه الميرينجي من غيابات المصابين دي ماريا، خديرا، ومارسيلو. الموعد سيعرف عودة سيرخيو راموس بعد الإيقاف الذي سيغيب بالمقابل نجم خطاف داني غويثا، وإن كان اللاعب المغربي عبد العزيز برادة جاهزا للتحدي. برشلونة لا يتصور نتيجة أخرى سوى الفوز عندما يستضيف في ملعب الكامب نو ريال سوسيداد في مباراة يتوقع أن تلعب في أجواء باردة للغاية. فريق المدرب غوارديولا يأمل في استعادة نغمة الانتصارات بعد 3 تعادلات متتالية، وأمام خصم أجبره على الخروج بنقطة واحدة من ملعب أنويتا هذا الموسم. الغيابات البارزة لإنيستا، بيدرو، فيا، وكيتا متواصلة أمام ضيف سجل في نتائجه الأخيرة فوزا في ملعب مستايا وخماسية في مرمى سبورتي خيخون الأسبوع الماضي. على العموم العنوان الأبرز هو الجميع في انتظار ميسي.